مين قالك ان الصن بلوك بيستخدم بس في البحر؟ على فكره الصن بلوك ده اساس حياه طول ما انت بتخرجي بالنهار وفي الشمس. تعالى اقولك ازاي تستخدمي الصن بلوك وانواعه هتكون ايه. عايزين نعرف الصن بلوك ده ضروري في حياتنا ليه. طول ما انت بتنزلي في الشمس، طول ما انت متعرضه بشرتك لاشعه الشمس تبقى حاره قوي، بتحرق البشره على المدى البعيد، تصبغات، نمش، حاجات كتير قوي هتلاقيها في البشره، بقع، ومع الوقت هيبقى في رينكس وهيبقى في تجاعيد. فعشان نحافظ على بشرتنا قبل الميك اب او من غير ميك اب، طالما نازلين في الشمس لازم نستخدم صن بلوك، لان بيبقى فيه حمايه، في اس بي اف عالي، وفي نوع تاني من الصن بلوك بيبقى اسمه صن سكرين، بيبقى عاكس للشمس، فالاثنين بيدوا نفس الايفكت ونفس النتيجه. فاوعي تستغني عن الصن بلوك. طب تقولوا لي روما، طب ما هو الصن بلوك ده ازاي اعرف ان الصن بلوك ده كويس؟ او على الاقل الحاجه الكويسه جدا بتبقى غاليه جدا. طب انا جبت لكم البديل للصن بلوك الغالي ده، صن بلوك برافت. عايزه اقول لكم لاروش بوزيه وفيشي غاليين جدا، في ناس كتير مش تقدر تجيبه. ده بقى حللكم اللغز. بص هوريك، هناخد حته كده على ايدي. بصوا شايفين اولا سموزي، شايفين البشره بتعمل ايه، افتحت ازاي. طبعا مش عارف ازاي اقول لكم ان لازم استخدم الصن بلوك قبل البحر بساعتين. شايفين الفرق ده بقى بشرتك وانت حاطه الصن بلوك، شايفه الفرق ازاي. في نوع تاني من الصن بلوك ده اسمه بوباي، ده تحفه، ده مكتوب عليه تنتد. على فكره في نوع تاني كريم عادي رهيب جدا وبتستخدميه، وعلى فكره سعره رخيص قوي. ففعلا اقول لكم حاجه بديله للحاجات الغاليه اللي هي ممكن تستغنوا عنها، عشان طبعا الوقت دلوقتي يعني الاسعار بقت رهيبه. تنتد ده لون، هنبتدي نجمله. بصوا بقى هيشربوا البشره ازاي، هنعمله كده، هو بياخد وقت على ما ينشف. بصوا دي النتيجه بتاعته البروفت اللي انا وريته لكم الاول، شايفين فرق. ده برونزاش شويه وده مفتح درجة او درجتين من البشرة. في ناس كتير بقى بتستخدم البوباية اللي فيه تنتد، ده غلط جدا. التنتد ده بيبقى سموزي قوي على البشرة، بتمتص بسرعة جدا، بتديكي لون خفيف قوي اللي هو زي ما انا وريتكم كده، بتلمع البشرة، شايفين بتبقى برونزاشة ازاي. في ناس فاكرينه انه فاونديشن، يعني هيخفي العيوب بتاعة البشرة. يا جماعة ده صن سكرين او صن بلوك، بيعمل حماية للشمس وفي نفس الوقت بيديكي لون موحد للبشرة. فهو احلى حاجة ان انت تنزلي بيه على البلاج. ده انا جربته كتير بصراحه، البلاش حلو جدا، ان احنا نبقى عايزين في البحر يبقى شكلنا حلو وشكلنا سموزي وبشرتنا حلوه وفي نفس الوقت تنتد. يعني ناس كتير قوي بتحب انها تسمر نفسها شويه. فكل اللي كان بيستخدموه غلط استخدموه على البحر، او استخدموه وانتوا نازلين عادي مشوار، هتحطوه مش هتحطوا عليه اي حاجه بقى، بلاش الباودر، بلاش التنت اللي بيبقى هنا، وبلاش البلاشر، لانه هيكلكع معاكم وهيدوكوا نتيجه مش حلوه خالص. اهم معلومه بقى في الصن بلوك كل الناس دايما بتنساها، عايزه اقول لكم ان مش كل الصن بلوك اللي انتوا بتحطوه فان انا احط صن بلوك وانزل على طول على الميه، ده غلط تماما، لا عمره هيديك الايفكت ولا عمره هيحميكي من الشمس. الحل الصح ان انت تحطي الصن بلوك قبل البحر ممكن بنص ساعه، بعدين تنزلي عادي او تبقي في الشمس عادي، وكل ساعتين تبتدي تحطي على جسمك وعلى بشرتك وتسيبيه ينشف شويه، وبعدين تكملي يومك عادي. وبكده قلت لكم كل التريكات اللي ممكن تبقوا ناسينها وموقعينها كده في الصن بلوك. يا رب تكونوا استفدتوا باللي انا قلته لكم، وان شاء الله نتقابل في معلومات تانية وفيديوهات كتير، واتمنى ان انتوا تستخدموا الصن بلوك في الوقت الصح والمكان الصح.